مشهد واحد وبعد كده مع نفس الجميل عادل حلم امام. حلم عمره ما كان، يعني كان حلم عمري ما تخيلت انه ممكن يتحقق. يعني انا الحمد لله مش عايزه احسد نفسي، لكن انا ربنا حقق لي بيوند احلامي. يعني انا احلامي كانت ابسط من كده بكتير كتير جدا الحمد لله. فساعات ابقى قاعده في التصوير كده وابص لزمايلي الكومبارس اللي انا طالعه معاهم، يعني واقول البنوته دي هتبقى ستار، البنوته دي هتبقى ستار. يعني ساعات بتشوفي حد بيبان. ها بيبان، اه طبعا بيبان. فافتكر يرجع شريط السينما 20 سنة أو 25 سنة، يرجع في بالي أيام ما كنت في المنسي، فيلم المنسي، وحاجات تانية صغيرة كده عملتها مع الأستاذ فريد شوقي، أفلام اللي هي كانت ساعتها كان بيسموها أفلام المقاولات شوية. أيوة. في الآخر كده. تفتكر نصيحة قالها لك مثلا النصيحة الوحيدة كانت من الأستاذ نور الشريف الله يرحمه، قال لي أنت هتبقي، أنت موهوبة وأنت أنت كويسة قوي، بس ركزي، أنت مش مركزة، انت واخده الحكايه كده. وده حقيقي. يعني انا ساعتها ما كنتيش مركزه. لا ما كنتش مركزه، كان كل همي ان انا اخلف واربي العيال، يعني بقول لك احلامي كانت بسيطه جدا جدا. يعني انت في الحاج متولي كنت اوريدي متجوزه؟ كان عندي ياسمين 4 شهور، كنت لسه والده ياسمين 4 شهور، وكان عادي بتشتغلي بس انت عايزه البيت. ياسمين قاعده معايا في الاوضه في التصوير حاجتها وبترضع كل شويه واطلع اجيبها. ونفس الحكايه نانسي برضو، كنت بصور في اوراق مصريه مع الاستاذ وفيق وجدي الله يرحمه. الله يرحمه. وكنت لسه والده نانسي، وما عنديش دادة وما عنديش حد يقعد ببنتي. وتاخديها معاكي التصوير طبعا، وبحاجتها بكرسيها بحاجتي لا يعني شفنا شويه حاجات لطيفه. الله يا رانيا، انت قد ايه مكافحه وقد ايه لما بتحبي الحاجه اللي انت بتعمليها. طبعا لما بتحبي الحاجه اللي بتعمليها بتبقي فايتر، بتبقي عايزه تثبتي نفسك، خصوصا لو ما عندكيش الاوبشن ان حد يساعدك. صح. طب رانيا، ساعات بنبقى داخلين او دايما يعني بنبقى داخلين الفن مش فاهمينه قوي ومش مركزين قوي. أي. وبعدين بشكل تدريجي كده بنبقى فهمنا اكتر وبنبقى بقينا جادين اكتر، يعني فهمنا. صحيح. ايه الحكايه؟ صحيح. امتى ده حصل لك؟ الحاج متولي. في الحاج متولي، بعد نجاح الحاج متولي. يعني انا كنت بشتغل في الحاج متولي وانا كده يعني العباطه، يعني اللي هو مش مركزه. اول ما ابتدى الحاج متولي يتعرض اول يوم رمضان وتاني يوم رمضان، ولقيت في الوطن العربي كله كان بيتعرض الساعه 8، كل الناس قاعده الساعه 8. كلنا. صح. انا عايزه اقول لك لحد دلوقتي الناس بتتابعه وبتحبه وبتتفرج عليه. ابتديت احس لا الموضوع ده جد، لا ده النجاح بجد، ده انا ممكن انجح بجد، ده انا ممكن اخد الموضوع سيريس يعني وابقى زي ما استاذ نور قال لي ركزي. طب ده انا ممكن اركز وابقى كويس. يعني ابتديت اخد بالي بقى من تفاصيل حاجات كتير، اركز اكتر، اذاكر اكتر، اشوف افلام اكتر، اركز. لو فيلم زي جوليا، زي بتاع جوليا روبرتس مثلا، اركز هي بتمثل ازاي ومن انهي حته واحاسيسها ايه وحاجات كتيره. ابتديت اقرا كتير بقى واشوف حاجات. ما اخدتيش ورش؟ اخدت في الاول خالص مع الاستاذ محمد عبد الهادي، وبعدين انا انطلقت بقى مع نفسي. هو التمثيل يعني بيعلم تمثيل. صحيح. يعني كل شخصيه انت عملتيها علمتك شويه تمثيل اكتر. ادتني خبره كل دور حتى لو صغير، حتى المشهد اللي انا عملته في المنسي. انا طبعا رايحه عبيطه يعني مش فاهمه حاجه، اقفي هنا حاضر، اتحركي هنا حاضر. لا بس انا من النوع اللي احب افهم، يعني احب قاعده في اللوكيشن، هو ليه وقفني هنا؟ هو ليه حاطط اللمبه دي؟ هو ليه؟ طب هي هتتصور؟ دي اتصورت من الزاويه دي فهتيجي الزاويه. ابتديت افهم في التفاصيل. كنت بتسالي كتير؟ بسال كتير. يعني اشرف فايق كان ساعتها مساعد مخرج، طلعت عينه. طب كان في فيلم اسمه النيل، كان صحيح. بطولتك. صحيح. والفيلم كان لاقى نجاح كبير جدا في اليابان. صحيح. وكان بيتكلم عن الحضاره المصريه والاثار بتاعتنا وكده، والحاجات دي طبعا بتبهر الاجانب جدا. ليه ساعتها ما حاولتيش ان انت تسوقي بقى لنفسك بره وتتجهي للعالميه وانت اصلا معاكي 3 لغات كمان؟ ما انا قلت لك انا احلامي كانت بسيطه جدا، انا احلامي ما كانتش العالميه، انا احلامي ان انا اتجوز واخلف، عايزه اخلف بنوته، ده كان حلمي. او يمكن انت مختاره تفضلي في مصر زي ما عمر الشريف قال، انا استفدت ايه من العالميه؟ الحقيقه انا ما اعرفش اعيش بره مصر اكتر من اسبوع. يعني انا مهما سافرت بعد رابع يوم هوم سيكنس، لازم ارجع. لان انا شفت المنتجه اللي كانت في المغرب اللي كانت